السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نتعرفوا على كيا كارنيفال، دخلت المغرب في 2021. طوموبيلة قديمة عندها تاريخ، كتنتمي للصانع الكوري كيا موتورز. اول جيل ديالها كان في 98، ثاني جيل كان في 2005، ثالث جيل كان في 2014، الجيل الرابع اللي معنا اليوم 2020 دخل المغرب في 2021. الله دخلت المغرب اما راه كاينه في السوق العالميه للسيارات من 98. كتخرج الموتوريزاسيون ديالها اللي غادي نتعرفوا عليها ونتعرفوا على جميع الفئات باش كتخرج. موتوريزاسيون موديل 2021، كاربيرون كتخرج ديزل، بويسونس فيسكال 9 الخيل، بويسونس ريال 202 تالشوفو، بواط فيتاس اوتوماتيك، نمبر درابور الخوت 8 تالرابور، بواط فيتاس الفيتاس ماكسي ديالها كدير 190 كيلومتر بار اور، كونسوماسيون ديالها 6.5 لتر في كل 100 كيلومتر. طوموبيلة كبيرة من الحجم الكبير، صالحة بزاف تاع لي سيرفيس، صالحة للسياحة بامتياز، 8 تاع البلايص، صالحة للخدمات، صالحة للطاكسي، صالحة للترونسبور، فيها ما يدار بيزنس ما شاء الله. غادي نشوفوا جميع لي زوبسيون اللي فيها، نشوفوا جميع لي زيكيبمون اللي فيها ونشوفوا البري ديالها، ما تمشيوش بعيد. كيا كارنيفال كتخرج بجوج الفئات، اكتيف او الاكزيكوتيف. طوموبيله من الخلف ديالها فيها بيبان ايكوليز، كتهز 8 تاع البلايص، كراسي الخلفيه ديالها الخوت كيدورو باش تقدم واحد الخدمه اللي كتكون ليكس وفخمه. الكفره ديالها كيهز 627 لتر، فيها بزاف تاع المساحه تاع التخزين، كذلك الكراسي الخلفيه لي بونكي طاير غابطة باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك. فيها كوب هولدر كيف ما كتشوفو هنايا كا جا في الخلف تاع الكرسي ديالها، كذلك عندك هنايا، كذلك فيها بزاف تاع لي بريز يو اس بي اوكسيليير اللي داكشي متوزع في السياره بواحد الشكل اللي زوين، وعطالاكسي لي كونديكتور، الكونديكتور لي باساج اللي معاه. الباب ديالها ماتيير فيه بيجا بيانو بلاك لي فيتر الكتريك، كذلك لي سيج ديالها جاو في هاد الشكل هذا لي كونفور، كذلك كونسول سونترال جات هنايا اكو دواجا اون كوير، بوط فيتاس اوتوماتيك، هنا كوب هولدر، 3 تاع لي بورت يو اس بي كليماتيزاسيون اوتوماتيك، ابيتاكل ديالها اللي جا في هاد الشكل هذا واللي مايل شويه اللي تعطي لاكسي توتال للكونديكتور. كيف ما كتشوفوا الباب ديالها جا ايكوليس. طوموبيله كيا كارنيفال اللي جات في واحد الحجم اللي كبير، هذا الجيل الرابع اللي معنا حاليا، دخلت الطوموبيله للسوق العالميه في 98 كجيل اول، حنا حاليا معنا الجيل الرابع. سيارة كبيرة كتنتمي للكاتيجوري تاع ميني فان، من القدام ديالها ككونديكتور بوني كخومي لي فيتر الكتريك، مساحة تخزين إضافية، الباب ديالها تيجي كونفور، الفولون ديالها ملتي فونكسيون جا 3 برونش، فيها أنسيا ديكوراتيف جا بيانو بلاك، هنا 3 تاع اليو اس بي في الكونسول، عندك كذلك كليما أوتوماتيك، ليكخون 7 بوس، كذلك كيفما كتشوفو معايا هنايا لي بيدال جاو ستاندار. كيف ما كتشوفوا اكو دوا سونترال، فيها بزاف طوموبيلات تاع بزاف تاع المساحات اللي مساحه التخزين اللي متوزعه بواحد الشكل اللي زوين. هنايا يعني في لاكو دوا سونترال زائد البوطاكون اللي جات فيها الاضاءه، كذلك طوموبيلات تصلح للخدمات السياحيه، تصلح للسيارات الاجره كذلك، ولكن وعائليه خير الا قدرتي على لا بويسونس فيسكال ديالها اللي جات 9 الخيل. من الشكل الخارجي مشهوره بالتايجر ناوس شركه الكيا عموما، لي زوبتيك ديالها جاو اليماج اوتوماتيك جاو فول ليد، بارشوك ديالها لي جا كرومي جا في داك الكولور غري باش ما يبانش لو شوك ان فوا وقعت شي حاجه، لي جون ديالها تاع 17، لي زيل ديالها بومبي، لي روتروفيزور جات فيهم سي ليمينوز، وكذلك لي فيتر ديالها كيجيو باك فومي في الفئه العامره في الاكزيكوتيف باش تقدم واحد الخدمه اللي كتكون في اي بي فوا حتى جيتيها في الخدمات السياحيه. طوموبيله كبيره كتهز 8 البلايص، عندك الكليماتيزاسيون جات اوتوماتيك اللي منتشره في السياره بواحد الشكل اللي زوين، يستفد منها الكونديكتور ويستفد منها لي باساج اللي سيجلسوا في اللور، كذلك لي فيتر ديالها جاو الكتريك، كذلك البوني ديالها لي كرومي، وجات بحال قلتي بي كولور، جات في داك الكري وجات في داك البياج، وكذلك الابيتاكل ديالها جا فيها واحد لانسيغ ديكوراتيف نقدروا نقولوا عليه جا فو كاربون
كيف ما كتشوفوا شوف الديزاين ديالها اللي جا زوين بزاف. بصراحة عجبتني هاد السيارة للخدمات السياحية اللي غادي تكون ناجحة في المغرب. كيف ما كتشوفوا هما هنايا الكوموند ديال الكليماتيزاسيون كيف ما قلت لكم اللي جات منتشرة وجات باش تكون الكونديكتور ولي باساج اللي حداه. الطوموبيله بالبري ديالها كونطريت كان في الاكسيف 41 مليون كتوصل ل 45 مليون في الاكزيكوتيف الفئه العامره. السياره باش تخدم فيها في المجال السياحي مثلا او الخدمات فبهاد البري هذا فغادي تكون تنافسيه ومهمه بزاف بالمقارنه مع المرسيدس لي الفان او الفيتو. فغادي تكون سياره واعره. كيف ما كتشوفوا هنايا الكوفر ديالها مساحه تخزين الكياز 727 متر. هذا كرسي الخلفي كذلك غبطة جا في هذا الشكل هكذا. الكوفر ديالك واو مسخون بنت الذين. سي ار دي ديالك طويلة صاحبي بزاف.